السلام عليكم، معكم الفارس. رسالتك بعد خير وعافية. في فيديو اليوم بيكون كيف تجمع حدث تدمير ابناء. بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا اخترت لكم استراتيجية قوية واستراتيجية فعالة وقوية وسهلة في نفس الوقت. طبعا الاستراتيجية استراتيجية البيكا، طبعا اظن اني شرحت فيها من قبل، وهذه الاستراتيجية ما يحتاج نتكلم عليها. إذا لعبت بهذه الاستراتيجية أنا متأكد إنك ما تحتاج غير 10 إلى 12 مرة بالكثير تكون انهيت تحدي التدمير الخاص في قاعدة البناء وتأخذ منه تميمة إكسير البناء. طبعا هذه الاستراتيجية استراتيجية سهلة وقوية في كل معنى الكلمة، لأن هذه الاستراتيجية شغلها بالكامل إنك تطرح البيكة في الأطراف عشان تنظف، تطرح باقي البيكة في المنتصف علشان يدمر الدفاعات الموجودة. أظن شغله سهل جدا، وأيضا البيك هو قوي جدا فما يحتاج إن إحنا نتكلم عليه. طبعا هذا من ناحية البيكة، أو عفوا هذا من ناحية المستويات 8 و9. إذا كنت مستوى أقل من 8 أنصح إنك تستخدم العمالقة مع المدافع، وممكن تضيف معاهم البرابرة. ولكن إذا كنت ما بتقدر تضيف معاهم البرابرة يكفي معاك العمالقة والمدافع، لأنك بتقدر تمسح فيهم كرة كاملة. وإذا ما كنت بتقدر تلعب بالاستراتيجيات الأرضية فإلعب بالاستراتيجيات الجوية، البوالين مع المنين تكون هذه أفضل استراتيجية للمستويات الأقل من المستوى 8 و9. لاحظنا كمية البيك الموجودة عندنا. طبعا هذه الاستراتيجية كما ذكرت سابقا ما يحتاج نتكلم عنها كثير، لأنها استراتيجية قوية بمعنى الحرف. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. أحبكم جميعا، ومع السلامة.